مشاهدينا وصباح السعودية، وطبعا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ محافظة القطيف سعادة الأستاذ عبد الله بن سعد عثمان نيابة عن سموه مساء السبت الموافق 9 من شهر ذي الحجة لعام 1432 للهجرة، حفلة افتتاح مهرجان الدوخلة 7 والذي يقام لمدة 10 أيام على ساحل قرية سنابس بجزيرة تاروت بمحافظة القطيف، من خلال تنظيم وإشراف مشترك بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس وبلدية محافظة القطيف. من هناك يتواجد زميلنا محمد الحمادي في أرض المعرض، ورحب فيك محمد وكل عام وانت بخير. حياك الله يا محمد. كل عام وانت بخير فيصل وعبد الله، وطبعا نحن لازلنا متواصلين معكم، المفروض أن نظهر معكم من الصباح الباكر، ولكن يعني أحيانا الأخطاء التقنية تحصل، ولكن نحن الآن طبعا متواجدون في مهرجان الدوخلة الذي يقام في محافظة القطيف وتحديدا في جزيرة تاروت، وبتحديد أكثر في منطقة سنابس التي تقع مباشرة على الخليج العربي وعلى البحر بشكل مباشر. طبعا هذا المهرجان يقام هذه السنة للسنة 7 على التوالي، ويتواجد فيها أعداد غفيرة جدا، يعني سجل المهرجان في الأعوام الماضية ما يقرب في حدود 300,000 حضور. يعني يخبرني أحد المسؤولين أن بالأمس فقط كان عدد الحضور 30,000 شخص في أول يوم من أيام عيد الأضحى. يعني هذا إقبال كبير جدا على المهرجان وتفاعل. طبعا لو أعطيك نبذة بسيطة عن الدوخلة، الدوخلة هي أنا بحاول إن شاء الله في الفقرة التالية نحضر هذه الدوخلة، هي عبارة عن قطعة صغيرة تعمل من سعف النخيل، ويوضع فيها بذر معين ويرميها الأطفال عادة قبل، يعني في فترة الحج يرميها في البحر، يعني عبارة عن طقس لانتظار الأحبة والأحباب في للعودة من مكة المكرمة ومن حج بيت الله الحرام. طبعا هذا الطقس كان من الموروث في الخليج العربي، وطبعا اندثرت الآن. يعني هذا المهرجان يمثل هذا الموروث، بالإضافة لكونه أيضا يقدم فعاليات مختلفة من خلال الخيم الكثيرة التي تتواجد في هذا الموقع، وتقدم من خلالها رسائل اجتماعية وإنسانية هادفة. سوف نتعرف الآن يعني مع أحد المسؤولين في مهرجان الدوخلة، هو الأستاذ علي زريع، وهو مسؤول عن مهرجان العمل التطوعي الذي يعني رسالة هذا المهرجان لهذا العام. نرحب فيك أستاذ علي. أهلا ومرحبا، وبسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقدم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي، وكذلك نرحب بالسادة المشاهدين جميعا، نرحب بكم. يعني احنا لاحظنا بأن شعار هذا العام العمل التطوعي وفاء وعطاء. نعم، جميل هذا الشعار. يعني ما هو هدفكم من إطلاق هذا الشعار لهذا العام؟ طبعا هدفنا، لأن حقيقة العمل في مهرجان العمل الدوخلة، مهرجان الدوخلة قائم على العمل التطوعي، ولذلك كان في السنة استحداث مهرجان للعمل التطوعي يسبق مهرجان الدوخلة، وقائم على أهداف نشر ثقافة العمل التطوعي، استقطاب الشباب، وحقيقة إبراز قيادات جديدة، وزجهم إن شاء الله في العمل التطوعي. هذا بشكل مجمل. يعني أحد الإخوان يعني جاب مشكورا أحضر لنا الدوخلة، هذه يعني هذه الدوخلة باختصار، ما دامك أنك أحضرت لنا الدوخلة، مما تتكون هذه الدوخلة؟ هذه الدوخلة هي عبارة عن خوصة الأهالي والأجداد كانوا يجهزوها للأطفال اللي أبائهم يروحوا الحج على أساس يتسلوا فيها وقت غياب أبائهم. فطبعا الطفل بيكون مشتاق لأبوه وأمه، فجده وجدته بيقولوا له اعتني بها واهتم فيها، ويوم العيد قطها في البحر عشان إيابك وأمك. جميل، وهذه طبعا يعني الآن كل النبتة اللي فيها طبعا عبارة عن قمح، عبارة عن رز، يعني الحشائش اللي تنمو بسرعة. يعني أمس تقريبا كم قطع رميتوا في البحر الأطفال؟ كم قطع رمي أمس؟ في التقريب في حدود 10,000 قطعة اللي رميت في البحر أمس.
طبعا هذه لا تؤثر في البيئة لأنه هي أساسا من البيئة يعني. أستاذ علي يعني أيضا تضيف لنا يعني الآن كيف وجدتم تفاعل الشباب وأيضا الشابات في التفاعل والحضور أيضا والمشاركة في هذا المهرجان والتطوع؟ حقيقة في هذا الصعيد لا نستطيع أن نتكلم وأن نزايد، لأن حقيقة الشباب سجلوا يعني بكل معاني التطوع من وقتهم ومن جهدهم على أرض الواقع وفي هذا المهرجان ليلا ونهارا يعملون بلا كلل ولا ملل حقيقة يعني، ولذلك احنا لا نستطيع أن نزايد عليهم بأي كلمة لأنهم يعني جسدوا معاني العمل التطوعي على الأرض وليس على نظريا يعني. بالأمس كان في طبعا شهدت المنطقة طبعا أمطار كثيرة جدا، ولكن يعني حدثني أحد الإخوة بأن كان أيضا حضور موجود بالأمس رغم أن الأمطار كانت قوية، ولكن كان الحضور متواجد في هذا المهرجان. والله هي كانت يعني احنا ما كنا متوقعين الأمطار، عددنا المهرجان على أساس الجو العادي يعني، لكن فوجئنا الحمد لله بالخير اللي نزل، ومع ذلك الحضور ما تأثر والفعاليات ما تأثرت والمهرجان قائم وإن شاء الله ستواصل يعني في المرحلة القادمة إن شاء الله. أبرز الفعاليات الموجودة الآن واللي تشهد إقبال كبير جدا في المهرجان؟ طبعا القرية أمامنا اللي هو القرية التراثية، وهذه من أبرز حقيقة المعالم وهي العنوان الرئيسي في هذا العام وهي في منتصف المهرجان. طبعا هناك فعاليات كثيرة ومختلفة، القهوة الشعبية كذلك تلقى إقبال، عندنا الخيمة الثقافية، عندنا المسرح، وكذلك عندنا اللي هو السيرك، وعندنا المنتجات اللي هو المنتجات اللي هي التطوعية اللي يقوم عليها حقيقة أبناء البلد من أعمال يدوية، وهذا حقيقة يلقى إقبال كبير ومختلف حقيقة الأنشطة والفعاليات. والمهرجان راح يستمر إلى كم، حتى لو أيضا المشاهد راح يحب يزور أيضا مقر المهرجان إلى متى راح يستمر؟ تقريبا إلى 18 إن شاء الله، إلى 18 في هذا الشهر إن شاء الله. يكون مفتوح من الساعة كم إلى كم؟ والله احنا نبدأ فعالياتنا من 3 إلى 12 الليل. طبعا زي ما تفضل الأستاذ علي عندنا القهوة الشعبية وهي من اساس من الاركان الاساسيه في المهرجان. احنا نستقبل يوميا ما يقارب من 5000 الى 6000 زائر. طبعا هي بما معناها استراحه الدوخه، لانه الناس بعد ما تدور وتلف وتتعب تجي عندنا تتفضل تشرب لها بيالة شاي وترتاح. فالبارح الاقبال مع الامطار تقريبا استقبلنا بحدود 8000 زائر البارح. كيف يقضي العائلة، كيف تقضي الوقت عادة؟ يعني يمكن الآن يعني حتى يكون المشاهد أيضا في الصورة بأن الآن طبعا الفترة الصباحية المهرجان غير يعني مفتوح طبعا للزائرين، هو عادة يفتح في الفترة المسائية، ولكن احنا تواجدنا خصيصا أيضا لننقل الصورة، وأيضا هذا حدث أيضا يتواءم يعني مع هذه الفترة أيضا، وهو يوصل أيضا رسالة اجتماعية وإنسانية في العيد تحديدا. كيف تقضي العائلة يومها في مهرجان الدوخة؟ طبعا العائلة تقضي يومها باستمتاع كبير، لأنه احنا نشاهد هذا ونلمسه على يعني وجوه زوار المهرجان، وكذلك في التقييم اللي في نهاية جولاتهم في المهرجان يتم في تقييم يعني علمي، بحيث انه كل واحد ينقل مشاعره وينقل اقتراحاته وينقل كذلك ملاحظاته، ونلاقي هذا الشيء يعني استمتاع كبير. طبعا في جو عائلي، هناك مسرحيات اليوم وفي استحداث المسرحيات الكويتية حقيقة، وكذلك السيرك العالمي المصري هذا العام، وكذلك هناك في مكان مخصص للألعاب وفي مطاعم حقيقة يقضون فيها أمتع الأوقات على ضفاف يعني ساحل الخليج العربي، وكذلك في القهوة الشعبية واستحداث السنة الحمد لله قهوة شعبية إلى النساء، وكذلك قرية مصغرة قرية تراثية يستمتعوا فيها، والحمد لله مع مختلف الفعاليات. إذن أيضا في فعاليات نسائية خاصة فقط بالنساء؟ طبعا عندنا قسم نسائي للأخوات اللي ما يفضلوا الحضور العائلي،
طبعا السنة احنا حاولنا ننقل صورة مصغرة من الجزء العام للمهرجان في القسم النسائي، من حيث البيت القديم، من حيث القرية الشعبية، ولو انهم العام زعلوا علينا شوية، جونا شوية، ويعني صار في نوع من عدم القبول من بعضهم، لكن السنة صممنا انه نبني لهم قرية، والحمد لله بنيناها لهم، والامور يعني ماشية لحد الان ممتازة يعني. شكرا لكم يعني على المداخلات الجميلة، ويعني بالتأكيد أن هذا المهرجان يخدم أكيد السياحة الداخلية في المنطقة. شكرا. شكرا لكم ولوجودكم حقيقة، وكذلك نوجه الدعوة لجميع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لأن الحمد لله السنة حضور كثير من دولة الكويت ومن البحرين ومن يعني مختلف المناطق المملكة. شكرا. خلينا ناخذ الدوخلة هذه يعني ربما الرامز يعني يمثل جانب الحب الكبير يعني لحجاج بيت الله الحرام، وكان طبعا نكرر بأن هذه الدوخلة كانت يرميها الأطفال عادة في البحر في الخليج العربي على مستوى منطقة الخليج ككل، يعني هذا موروث تراثي قديم جدا، كانوا يرمون هذه الدوخلة اللي يطلق عليها الدوخلة في البحر يعني انتظارا لحجاج بيت الله الحرام، وهذا الطقس اللي كان موجود في المنطقة، وها هنا يعني نشهد الآن مهرجان الدوخلة الذي يحيي هذا الموروث الشعبي وأيضا يساهم في نقل الرسائل الاجتماعية الهادفة. أعود إلى فيصل وعبد الله في صباح السعودية، وإن شاء الله راح نواصل يعني إذا كان أيضا في الساعة التالية معكم لنتعرف أكثر على المهرجان. احنا أكيد راح نتواصل معك في الساعة التالية. خلينا نتعرف على الأمطار، كيف الأمطار عندكم محمد؟ الأمطار كانت فعلا بالأمس كانت أمطار قوية جدا يعني من تقريبا من وقت صلاة المغرب، واستمرت إلى ساعات الفجر الأولى، يعني كانت الأمطار قوية جدا، لكن يعني لاحظنا بأن الشوارع اليوم كانت إلى حد ما نظيفة، ما تأثر. المهرجان طبعا في شباب كثر طبعا متطوعين ومتطوعات، يعني الآن نلاحظ في حركة كبيرة جدا في المهرجان لإعادة يعني ما أفسده أو يعني بعض الأشياء يعني تحتاج بركة إلى بركة فقط يا أي المطر طبعا بركة وخير، واليوم طبعا نلاحظ شوف الآن احنا واقفين في الخارج وهواء جميل جدا نقي، الآن طبعا خلف القرية هذه التراثية هناك البحر مباشرة، يعني أجواء جميلة مميزة في الحقيقة، وأنتم مدعوون جميعا، المشاهد مدعو لزيارة هذا المهرجان اللي يمثل أيضا يعني مهرجان كبير جدا على مستوى المنطقة. أكيد يعطيك العافية محمد، ما قصرت، وراح نرجع معك في الساعة القادمة إن شاء الله. شكرا لك محمد. شكرا لك يا محمد. ومن